وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول في مناجاته لله جل جلاله: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تردد فمن نرجو سواك. وإحساس الإنسان بالقرب من الله سبحانه وتعالى تقوية له لا يمكن أن يعدلها شيء. فالقوة إنما تكون بأن يأوي الإنسان إلى ركن شديد، وأن يكون له معتمد يستند إليه. والمؤمن ركنه الشديد هو أن يأوي إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يدخل في كنفه، وأن يستعيذ بمعاذ. وقد قال العلامة مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي، فكان الضعف أقوالي. ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته، من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق أوالي. يستشعر الإنسان حب الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله هو الشكور، فإذا أحببته أحبك.